سياسي في البلاد متأرجحا بين دعوة العراقية والتحالف الكردستاني وتهديد الصدريين بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نور المالكي وترويج بعض أعضاء ائتلاف الأخير لحل البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة، فمهلة الصدر للمالكي لا تبدو متناسبة مع حجم الخلافات. أنا أرى صعب، لكن هذا التحديد أعتقد أنه سيدفع إلى حوارات جدية، هو هذا ما كنا احنا يعني نرغب به. ائتلاف العراقية يعول كثيرا في مسعاه لإقصاء المالكي على موقف من داخل التحالف الوطني قد يقوده الصدريون والمجلس الأعلى، خيار قد يرحب به الكرد كثيرا. سحب الثقة هو الأقرب وهو الذي قد تلجأ إليه الكتل السياسية عندما يكون هناك استنفاذ لجميع السبل المنكفلة رفع العراقيل والمشاكل والصعوبات التي تعاني منها العملية السياسية. خلال 15 يوم إذا لم تحل هذه القضايا فسنتوجه إلى التحالف الوطني لإيجاد بديل، وسترضى العراقية وسيرضى التحالف الكردستاني عن أي بديل يراه التحالف الوطني مناسبا. أما ائتلاف دولة القانون فيلوح إزاء تلك المواقف بورقة الدفع باتجاه انتخابات مبكرة، ورقة يستبعد تمكنها من كسب الرهان في الوقت الحالي على الأقل. على الظروف الحالية أبدا مواقعي، المفاضية على وشك بأنه مهلتها تنتهي، قانون الأحزاب لحد الآن غير متكامل، علينا أن نكمل هذه القوانين أولا، بعدها يعني نطالب بحل البرلمان. وبحسب مراقبين فإن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة ستواجه رفض أغلب الكتل السياسية، سيما تلك الداعية لسحب الثقة عن الحكومة، فحل البرلمان سيبقي المالكي على رأس حكومة لتصريف الأعمال قد تستمر حتى نهاية الدورة الحالية. تمام عبد الحميد، السومرية.